والقتال للقومية العربية قتال جاهلي، من قتل فيه فليس شهيدا، فقد الدنيا وخسر الآخرة، لأنه ليس ذلك في سبيل الله. القتال لأجل القومية العربية هو قتال جاهلي لا يفيد الإنسان شيئا. ولذلك على الرغم من قوة الدعاية للقومية العربية لم نستفد شيئا. اليهود استولوا على بلادنا، نحن تفككنا، دخل في ميزان هذه القومية قوم كفار من النصارى وغير النصارى، وخرج منها قوم مسلمون من غير العرب، فخسرنا ملايين العالم، ملايين الناس من أجل هذه القومية. ودخل فيها قوم لا خير فيهم، قوم إذا دخلوا في شيء كتب عليه الخذلان والخسارة.